خلاص صوت التلفزيون راح يطلع معنا مره ثانيه. يلا بسم الله. يلا اي وحده كاميرتي طالع هذه ولا هذه؟ اوكي. في ايضا يقول في ذاك الوقت يعني صعب واحد يبي يتعلم مثل واخوك اخوي فوقي سنتين، احنا كل امي كل سنتين في واحد يعني من كل ناحيه. بس ما اقطع كلامك الا بالخير لان خلصنا اول نص ساعه. هذه عشان وقت اللي يبون يركبون كاميراتنا، لان هاي اربع كاميرات لما يركبونهم فوق بعض وقت المونتاج يكون الصوت كله اللي راح يشتغل على المونتاج بالمكتب خلاص يعرف ان احنا هني وقفنا، فراح يحط اهم شيء صوتنا يكون راكب على بعضه لان اربع كاميرات بتفرقه. وش يسمونها هذه اللوحه؟ هي الحركه اسمها كلاكيت. بس هذا شو اسمها اللوحه البورد ما ادري بورد. اذا تبي تشغلها بعد ايش كثر يبي لها تبرد؟ طيب مو لازم كاميرتي. يلا شباب عندي مش قاعد يسولفون. اوكي العقال مو عوي. اوكي بعد اي اقول شيء اتكلم دقيقه الحين زين والله ما طاح هذا لا زين سبت عدل لا اوكي مو طايحه هناك. يا ها تذكرت واحنا وصلنا عند الحرب العالميه الثانيه. راح اسالك على الحرب العالميه الثانيه ونكبه 48 فلسطين ونروح بريطانيا ونروح ونسافر لندن. اي اوكي زيد المصروف مالي حتى بعدها لك بالطياره. صارت خوش مدخل هذه عشان تزيدين فيها المصروف. طيب باشر نبدا بالانجليزيه والعدوان الثلاثي وهذا يعني بس لان عندي كم نقطة هنا بقولها بعد راح ناخذ بارت. يلا؟ يلا يعني في اشياء وايد حصلت في ووكينج هام. اي انا حاط عندي شغلات حاطها الحين بقولها بعد الحين. بس نعيد انت بردان؟ لا زين الجو بردانة؟ بردانة ها؟ بالبريك بالبريك بالبريك. صوت الاذان راح يبين. الله اكبر الله اكبر. اي نوقف هنا ونكمل نعمل بريك. شلون التصوير زين؟ المصور اي اوكي دش ولا لا؟ لا لا انت عادي انت لا انت 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 في ايدي امينه لا تحاتين. يلا فهذا اول ما صعد على المسرح عشان نكمل سالفه عدله صوت السيكل اتفقنا بان نضع صيغه معليش اسف صوت الاذان كم طلع اسمعينا؟ ايه شو ذا الباجي؟ اي طبعا كان مؤدب الكوت ما انقلب. اي لا ما ادري ايش سوى فيه المخرج مثبته المخرج ما ادري ايش سوى فيه شيء ثبته الظاهر ما انقلب.
يلا عطونا كيو شباب. ألي أقول لكم سلام عليكم؟ لا وين عليكم السلام، ما راح أقول لك. ها؟ لا وين وين وينك وين عليكم السلام؟ شنو بعد؟ بعد وعندنا غير تأسيس الجمعية، عندنا يا محفوظ السلام، يا محفوظة السلامة، عندنا يعني قرى حنان وقرى لبنان 76 راح نتكلم 76 ودوركم في المجهود الحربي و... إيه هذه الجمعية. اي هذا مو الجمعيه بروحها بحر كلها. اي اي فهذا مو اسبوع يا راح نقول السلام عليكم. إيه وحنأجل عليكم بعد الغزو ما دشينا فيه خير شر للحين. نعم الغزو ما دشينا فيه بعد الغزو. اي شفت شلون اقول لك تو الناس على عليكم السلام. طيب خلص خلصت النص ساعه.